جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل له أن يعتمد شيخ صالح على ما يسمى بالبوصلة؟ نعم، البوصلة تعتمد لأنها قرينة، طيب، قرينة على اتجاه القبلة. نعم، فهي من الأدلة إذا كانت منضبطة، طيب، هي من الأدلة إذا عرف استعمالها. إذا عرف استعمال البوصلة، نعم، فإنها تعتبر من الأدلة. لكن أيضا ما دام أنه في بلد لا يقتصر على البوصلة، يسأل، لأن البوصلة قد تختلف، قد يختل نظامها أو لا يحسن هو استعمالها، فيسأل أهل البلد. أما إذا كان في بر، البوصلة من الأدلة التي تصلح للاعتماد عليها إذا كان يعرف نظامها وهي آلة منضبطة ليس فيها خلل.